بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، اتمنى تكونوا بخير. اليوم بإذن الله مع سلسلة المشاريع البراج كما راكم تشوفوا فيهم، يعني وصفة ناجحة بإذن الله. وصفة المحلات هذه خاصة بالمحل تاعنا، معتمدة شحال مسنا. أنا نتمنى أنكم تشوفوا معايا الفيديو للأخير باش تعرفوا الأسرار والنصائح إن شاء الله مع سعر الحبة بإذن الله معايا. تفضلوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا بسم الله عندي 3 كيلات سميد متوسط كما راكم تشوفوا فيه. انا كيلت بالاخرى هكا باش نعطيكم المقادير مضبوطه. الكيل تاعي هي لا بواط تاع الزبده. الاحسن انكم تخيروا النوعيه تاع الزبده تكون يعني صفراء. كما راكم تشوفوا انا درت صول، يعني لابال شويه كانت بكري مليحه بصح دوكا ولات شويه. كما راكم تشوفوا هنا 3 كيلات سميد متوسط مع ملعقه صغيره خميره حلويات. والسر يعني من اسرار الابراج، يعني وحده لا دارته وحده لا تمده لكم، هي يعني ملعقه صغيره خميره الخبز. خميره الخبز هنا الدور تاعها يعني تخلي العجينه تاعنا هشيشه وما ولاش تطول، يعني ما تخسرناش. هنا كما راكم تشوفوا عندي ملعقه كبيره عسل. اللي ما عندهاش عسل تقدر تستبدلو بالسكر عادي او حليب بودره. هنا كما راكم تشوفوا عندي كيله ايضا تاع زبده. انا زدت لهذيك الكيله فنجال زيت. هذاك الفنجال تاع زيت البنات صدقوني يمد واحد الطراوه والبراج ويجيو يعني بنان فريمون بنان، لانه راكم تشوفوا الزبده تاعنا راها ولات فيها كميه من الماء. لهذا انا نزيد شويه زيت مش هكا تجي العجينه تاعنا طريه وهشيشه وتذوب في الفم. كما راكم تشوفوا انا نبسس مليح الخليط نتاعي، نخليه يرتاح على الاقل واحد النص ساعه، والاحسن يعني الى قدرتو بيتوه احسن. هنا انا نخليه يرتاح ونبدا. كما راكم تشوفوا هنا اول حاجه عندي الغرس تاعي. انا نستخدم هذه بما انه مشروع ما لازمش تستخدموا تاع البطانه، يعني ما تخرجكمش الا اذا كان بعتوا يعني الحبه 6000 ولا 7000، يعني الاحسن تستخدموا هاد النوعيه تاع الغرس. حاولوا انكم تخيروا النوعيه اللي ما تكونش فيها يعني شوائب بزاف وتكون طريه. انا كما هنا عندي فيها شويه لغالب، جات فيها شويه شوائب نقيتهم مليح اكيد. والغرس ما نفورهاش، انا ما نفورهاش، الاحسن انكم ما تفوروهاش، يعني تجي طريه كما راكم تشوفوا. انا هي سي ديجا طريه. هنا الكميه اللي تستخدموها كيلو الا ربع كما راكم تشوفوا، كيلو الا ربع لهاد الكميه تقطع لكم ما شاء الله واحد 40 حبه، يعني 40 حبه ما شاء الله حتى القادر 41 ولا 42 او اقل، يعني كل اخت وكيفاش يعني وحده كي تبدا مع الخدمه مع الاول، يعني ما تجيكش الخدمه كما يعني من بعدها كي تولي اونسيان فيها. انا مفتت الغرس تاعي كما راكم تشوفوا، نزيد لها كميه من القرفه. وكاين واحد السر البنات، هي يعني نزيد لها كميه تاع الزيت يخليها طريه. وايضا سر من اسرار الغرس هي قرصه تاع خميره الحلويات. وايضا عندي كميه من الماء، الكميه تاع الماء هذه وكي طيبنا في الطاجين تاعنا، الكميه تاع الماء اللي في التمر في الغرس ما تنشفش. نعجنوا مليح الغرس تاعنا، لازم تعجنوها مليح حتى تولي العجينه تلتصق في اليد كما راكم تشوفوا. حاولوا انكم تنقوها من هذوك الشوائب. كاين اللي يزيدوا لها كميه من الججلان مطحون، لكن انا ما نزيدلهاش، يعني بما انها مشروع يعني الاحسن ما تكثروش عليكم، تنقصوا عليكم كما نقولوا الفري. هنا كما راكم تشوفوا انا نخلط، نرجع للعجينه باش نرجع للعجينه تاعي. هنا انا نستخدم هذه النوعيه من ماء الزهر، يعني ليكس الاحسن تستعملوا هذه النوعيه، لانه هذه النوعيه تجي شويه يعني الرائحه فيها يعني ما شاء الله، وممطو اقتصادي كما راكم تشوفوا. هذه القرعه يعني دير بالك واحد 100 ميل، لكن مع انها يعني مده تشد لكم مده اطول ماهيش في الخساره. كما تشوفوا انا عندي الكيله تاع الماء قادر كما هنا كما راكم تشوفوا، انا راني بسس بكيله تاع ما فيها ملعقه صغيره تاع ليكس تخي، يعني قادر ما تاخذ لكم كيله تاع الماء، قادر اقل على حسب نوعيه السميد الى يشرب او لا. شوفوا البنات انا هنا العجينه جست لموها بالاصابع، ما تعجنوهاش باش هكا يجي البراج تاعنا يذوب في الفم. هنا انا نكمل، قسمتها الى قسمين، رشيت كميه من السميد. تحبوا هذاك السميد تخلطوه مع كميه من الدهان ولا السمن عادي. هنا كما راكم تشوفوا الطريقه تاع الحلان، حاولوا انكم تحلوها على شكل مربع، وايضا الغرس كيف كيف، والعجينه الثانيه ايضا بنفس الطريقه، باش هكا المول تاعنا كي نطبعوا به ما يخرجوش هذوك الحواف. يعني هنا
يخرجوا لكمش الحواف بزاف، حاولوا انكم ديروا الطابع قد قد كما هنا انا عندي طابع مشرشف، حاولوا انكم تشيلوا هذاك الطابع اللي قد قد، هذاك احسن ما يخرجش يعني الشوائب بزاف، ولا خرجوا يعني عادي عاودوا انا مداري كما نقولوا كي يخرجوا هذوك لي شيت، نعاود نحي هذيك العجينه الغرس اللي من داخل، نعاود نشكل ايضا حبات. بالنسبة لسعر الحبة البنات تقدروا من 2500 حتى 4000. هنا باش ننصح الأخوات يعني ما تتعاملوش مع أصحاب المحلات يعني ببري غالي بزاف، يعني هاد الكمية وهاد الوصفة بإذن الله تخرجكم ما تبيعوها 2500. هنا راه دات لي تقريبا باش ديروا حسابكم تقريبا كيلو وربع سميد، يعني ما داتش كمية كبيرة، وعلبة أيضا من لابيل ولا يعني من أي نوعية تاع دهان، وأيضا دايت لي يعني كيلو الى ربع يعني تاع غرس، يعني ما همش يعني مكونات يعني اللي غاليين بزاف. وهنا هاد الكميه باذن الله تقطع لكم من 35 حبه حتى ال 41 حبه، يعني على حساب الشطاره تاع الاخت والتمكن والتمرن في بالممارسه كما نقولوا. نهار الاول تخرج لي شي شويه بزاف، المره الثانيه ما تخرج كل خطره وكيفاه، يعني بالممارسه. هنا انا ننصحكم باذن الله ماشي غير للمقاهي تخدموا هاد الوصفه، يعني تقدروا لي سوبيرات بما انه المقاهي نصفهم راهم بلعين، يعني تقدروا تخدموا لي سوبيرات للمحلات يعني للمخابز ايضا، الناس راه ما تتولهش للمخابز، المخابز ايضا تقدري في المخبزه عادي بولونجي تقدري تحطي عنده كميه، انت واش تروحي كما نقولوا تطرحي عليه الفكره، تطرحي السعر وقولي له مثلا السعر اللي يوالمك، واكيد انت السعر اللي يوالمك. هي انا قلت لكم مام 2500 تخرجكم عادي، لكن اقل ما ننصحش الاخوات لانهم شويه متعبين سورتو يدو شويه وقت شويه خدمه، ما ننصحش يعني. ولا وحده ما عندهاش ولا غالب، وكل وحده وظروفها، يعني تقدر تتعامل ايضا ب 2000، لكن انا ما ننصحش يعني 2500 وطلع هكا تخرجكم. حنايا في المحل تاعنا صدقوني هذه هي الوصفه المعتمده، شحال مسنا الوصفه تاع الام تاعي يعني عندها واحد البناء وحدها يعني، واي واحد يذوقها يعني ما نكذبش عليك كاين واحد الوصفات يكثروا الزيت تولي هذيك الريحة تاع الزيت بزاف يعني من تروح لها هذاك الشغل تاع البراج. كما قلت لكم كما راكم تشوفوا انا هاد الوصفه هذوك لي شيت كما راكم تشوفوا انا نعاود نلمهم نحي هذاك الغرس ونعاود كما قلت لكم نشكل حبات يعني ما نضيعش. كما راكم تشوفوا حاولوا انكم تخيروا الطابع اللي يكون كما نقولوا ما فيهش الترشيف هذا باش هكا الحبات يخرجوا لكم بزاف، لانه الترشيف هذا يعني يضيع شويه العجينه، الاحسن تخيروا النوعيه اللي مالسه اللي ما فيهاش تشرشيف هذا. انا نتمنى الاخوات يعتمدوا هذا المشروع في المحل تاعنا، يعني كاين مشاريع بزاف وباذن الله مع الايام المقبله يكونوا مشاريع واحد اخرين. هنا بسم الله نبداو بالطياب تاعنا، هنا ننصح الاخوات اكيد نطيبوا على هذا الطاجين تاع الحديد، يعني سريع في الطياب، واما مطو يطيب لنا الحبه يعني وجه واحد احسن من الطاجين تاع الطين. هنا كما راكم تشوفوا ننصح ايضا الاخوات النار تكون متوسطه، لكن الطريقه تاع الطهي ساعات تقول لك انا تحرق لي والاخر. هنا باش نعطي فكره للاخوات لازم اذا عندك بلا ما تحقيش بلا يعني بلا عادي يعني شكل دائري ليسونسيال بلا حطيه هو الاول باش تحطي الطاجين تاعك تاع الحديد. هنا ايضا سر من اسرار البراج كما كنتم تشوفوا بهجونا حبه يعني محمره الله الله، حاولوا انكم ما تكثروش الحبات في الطاجين باش هكا تقدروا تحكموا فيهم، وبقاو حركوهم البنات ما تقعدوش تقلبوا، لازم تحركوا، كي تحركوا تحسوا بهذيك كيفاش تعرفوا باللي طابت، وما تبقاوش تقلبوا وتعاودوا يعني الحبات يتكسروا لكم. كي تبداو تحسوا هذيك الطبقه اللي من تحت ولات حرشه ولا تشد روحها تقدروا تطلعوا الحبات على البراج تاعكم، يعني مع الوقت باذن الله تولوا تعرفوا تتمكنوا. كما راكم تشوفوا هنايا انا مازلت نبقى غير نحرك في الحبات نتاعي، هذا هو السر باش يجيكم كما نقولوا حموريه وحده باذن الله. ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم وتنال الاعجاب تاعكم، وان شاء الله تكون باب رزق باذن الله لعدة أخت. هذه كما نقولوها صنعة يعني ما راناش راح ندوها معانا، لكن يعني أنا ننصح الأخوات بالبراج، يعني كاين مشاريع واحدة أخرى وبإذن الله تنجحوا، لكن مشروع البراج صدقوني في أي وقت يتمشى وناجح بإذن الله. وأكيد ما زالت سلسلة تاع المشاريع بإذن الله نزيد معاكم الأيام المقبلة بإذن الله. وأنا كنت حطيت من قبل الفكرة تاع المسمن بدون عجن أو معارك بدون عجل، هذا ثاني مشروع ناجح. نتمنى انكم تطلعوا على الفيديو وتشوفوا يعني طريقه
سهله، يعني ما تديش وقت تاع العجين ولاد لك، لانه بدون عجن. وتقدروا ايضا الحبه يعني تكون 30 دينار حتى ل 40 دينار، وكما قلت لكم ماشي كيما تبيعوها من المنزل مباشره، ماشي كيما تتعاملوا مع مثلا مولا حانوت ولا قهوه كيما نقولوا مسمن او معارك، تقدروا تبيعهم ايضا من 2500 حتى 30 دينار، وكل محل وكيفاه. كما راكم تشوفوا انا نقلب، كما كنت تشوفوا انا قلبت الحبات تاعي، يعني وجه واحد ما شاء الله، وجاو يعني ما شاء الله في البنه. قلت لكم هذه الوصفه يعني تحيه للام تاعي، انا الام تاعي يعني علمتني في هذو الحوايج بزاف. يعني انا من محبه المطبخ والعزائم. نتمنى تكون راها تشاهد فيا وتشاهد في هذا الفيديو، لانه هذه يعني الوصفه تاعها شحال مسنا معتمدينها من في المحلات نتاعنا. انا هنا كملت الحبات نتاعي ما شاء الله، كما راكم تشوفوا يعني جاوا حبه وحده، يعني باش تشوفوا المصداقيه، يعني تجي واحد البراج. انا قلت لكم بربي ان شاء الله ماشي تعتمدوه كمشروع فقط، باذن الله تعتمدوها حتى في الدار تاعكم. وايضا بالنسبه للاخوات اللي سقساوني قالوا لي الا نقدروا نخدموها بسمن، يعني السمن شويه غالي، الاحسن انكم تخدموا بالزبده احسن. وشروها كما نقولوا قرو، راها دير غير ماكسيموم ما توصلش 11000، هذه قرو 10000 11000. هنا كما راكم تشوفوا الحبات ما شاء الله جو يعني لون موحد، لون ذهبي، انا هذا اللون المحبب عندي. انا نقسم معكم حبه باش تشوفوا المصداقيه ما شاء الله، يعني واحد البراج جاو يذوبوا في الفم، يعني صدقا كما راكم تشوفوا الكميه تاع الغرس. انا الكميه تاع الغرس ننصحكم انكم ما تنقصوهاش، هذه هي، لانه كما راكم تشوفوا راها العجينه تتفتت ما شاء الله، يعني يذوبوا في الفم. انا ننصحكم كما قلت لكم الاخوات ما تنقصوش الكميه تاع الغرس. انا لاحظت لي كليون يعني تقريبا كامل يحوسوا على الكميه تاع الغرس تكون يعني كاينه، وما راكمش خاسرين اكيد. كما راكم تشوفوا راه جات الحبه يعني تذوب في الفم، ومام هاد الكميه تقعد لكم يعني 5 ايام 6 ايام 10 ايام حتى 15 يوم، صدقوني كي تكون في علبه محكمه الاغلاق حتى لشهر. انا يعني ساعات من داك هكا ساعات تبقى شيت ولا نشوفها يعني نمسها، صدقوني تبقى بنفس الطراوه، والسر تاعها يعني الزيت. الوصفة تاع اليوم كملت بإذن الله مع وصفات أخرى، نتمنى أنكم تدعموني وكالعادة بالجيم والبارتاج مع حبابتكم، وبإذن الله ربي يجعلها صدقة جارية. ما علي غير نقول لكم سلام مع وصفات أخرى لمشاريع أخرى بإذن الله. سلام في أمان الله.